العالم كلها صارت تعرف مخاطر الكورونا الصغير والكبير. كان بالنسبة للمحلات اللي هي بحق لها تفتح شو بدها تاخذ تدابير واجراءات، وكان المحلات اللي ما بحق لها تفتح نطلب منها تتأيد. كمان في بالنسبة للأشخاص اللي هني على الطرقات بيكون معهم إذن من المنصة كمان كيف بدهم يتجولوا وبيكونوا حاطين كمامة، في عندهم كمان بالوقت ذاته هودي نحن كمان منتابعهم بالوقت ذاته في عندهم بده يكون ترخيص. في عندنا خليط أزمة شكلة من كل الدوائر وكلنا جهاز واحد متعاون وكل واحد له دور هون. بدي أعصبك بس بقى نحط الشريط. هلأ نحن وصلنا على الموقع بالطابق الرابع بالبلدية، عندنا هيدي المنطقة كلها غرفة عمليات لإدارة الكوارث ولأزمة الكورونا. هيدي المنصة تبع الإمباكت على التواصل نحن ووزارة الداخلية ووزارة الصحة مع الصليب الأحمر اللبناني بتصحيح المعلومات اللي عم تجي وبوضع مساعدة العالم بقصة الكورونا وغرفة عمليات مع اتصالات، يعني شو ما في بيتصلوا فينا على هيدا الطابق ومن هون بننطلق نحن شو بدهم بناخد منهم المعلومات منصلح المعلومات الموجودة الجاية من قبل وزارة الداخلية ومنتبعها كلها ومنشوف الأشخاص شو هن العوارض اللي عندهم وبشو هن بحاجة تنحولهم على غير أقسام، هي الأقسام استشارة الطبيب عنا ومن عنا أكيب الخارجي اللي هو عم يطلع على التعقيم، منودي أكيب تاني من هون بيطلع بعقيم البيوت اللي فيها كورونا لمدة 5 أيام من عقمها كلور خارجي وداخلي من عقمها بويكر، منحطهم بالمعدل اللي هن سامحين فيه وقداش هي المواصفات، منضل متابعين معهم 5 أيام واخر نهار منعقم البيوت من الداخل، يعني اللي بيخلص كورونا بيصير الفحص تبعه نيجاتيف منبعت اكيب يعقم له البيت بالداخل من جوا تأهله او حدا بده يجي مش منصاب ما يرجع يتعرض للاصابه. بقى نحن طلبنا الاخير هو انه اليوم نثبت على الوضع اللي هو كله مقاسي انه نطلب من العالم تتجاوب معنا ونحن عم نشتغل شغلنا لنوصل لاخر شيء لنحمي هالناس اللي هن اهلنا واخوتنا باقل ضرر ممكن كان من ناحيه المحاضر الضبط او من ناحيه الامراض اللي هي عم تصيب العالم.